فهمت هاد الحياة كي ينتحل ها ما تعيطوا ليش يا جماعة، خلوني ندخل، أنا مغبونة. قريت كومونتير دوك تاع وحده اللي بدلتي لوتير ولا غير هو، غير هو هاو فراشي هاو صوالح كلشي راح رب العالي راسي بعد طرطك.
بيجامتي كيما صبح حطيتها كيما ريحني. البنات اللي كانوا يعيطوا لي فين المرة تاعي دوك نرد عليكم. عمري لخنا زيت في حياتي كيما اليوم. قلت لك اودي الجزائر عندك راقي مليح في الجزائر؟ لا عندك قولي. اي كان مليح في مواب الاحمر نات الله يرحمك. شوفوا العقل والله ما بقى عمري لا خرج بالسنسله تاع سروال محلول. كلبي راه طاني كلبي راه طاني قلت لي مسكين هلكت نكلها على صباح.
راسي النهار كاع ما يطرنيش راسي كاع ما مافيش كاع ودي مشيت هادي كمبوش بيجامة هاك هاك شيت عندي بورتابل تشارجا حسب هاي طرتك هاتك عوين درت لخ تشارجا فكينا واحدة من بعد محلكم كولي تاعها رسلتها لي اختنا جزائرية باغية تبيع قالت لي تساعدينا هي راح نوريكم صوالحها البنات البنات بغيت نقولكم راني بغيت نقولكم بلي راني رجعت لخدمتي هاتشوفو كيفاش كاين بزاف والله بزاف
ربي معك. شكرا حبيبتي، ربي يخليك. بغيت نقول لكم راني رجعت لخدمتي اللي كنت نخدمها، شفتو نهار الاول وريت لكم، قلت لكم بلي راني خدامه في واحد الشركه، وصبروا تشوفوا نجيب الرقم. برك نجيب الرقم اللي باغي تخدم من دارها البنات تدخل معانا في الجروب، انا راح تكون في الجروب تاعي. اتش ولدي قرا تشوف نجيب برك النيميرو نحطه هنا. صبر وين جاي بالمقلوب والانديخة دي عمان هلا صراتي هلا نقدر تركو كان نكتب هالنيشان ندير نقطة صبر تكون فهمكم شو ولا حبيبي شو صح دقيقة ماما دقيقة ما هدولي نميرو راه هنيش البنات هاد البنت تخدم معايا في المجموعة تاعي زعق زعق هاتلك لك انا راقي لبغيت ارقي معليش ان شاء الله ربي ما نتمنى لك الشيء اللي راني فيه ولا ما نتمنى لك. قلت لكم باللي هاد الرقم تاع البنت اللي تخدم معايا اللي راهي باغي تخدم في دارها البنات خاصها تليفون وانترنت برك هذا ما كان تدخل في واحد الشركه عالميه انا نخدم فيها هاد الشركه خلصتني زوج خطرات هاد الشركه ومن بعد من دورو فيه والله غالب كل واحد شي عنده في الدنيا حبست ما راح نرجع ان شاء الله. الوغ البنات اللي باين يخدموا معنا لازم يكونوا في اوروبا ويكونوا عندهم لي بابي صح ما تقدريش تخدمي معنا زعما اونوار ولا لانه شركه معترف بها ما تقدرش تخدم اي انسان اونوار. واذا كنتي خدامه تقدري كان راكد في الطريق قبيح ولدي قبيح. واذا كنتي خدامه تقدري تعاودي تخدميها عادي تزيدي تخدمي هاد الخدمه في الدار برك تليفون وانترنت اللي راهي باغيه تخدم هو النيميرو تتواصل مع البنت راني ايبانكليات تتواصل مع البنت وتخدم فيها امين حبيبتي ربي يخليك الاء شكرا امين علي امين ربي يخليك خويا استغفر الله يا ربي. الشركه اللي نخدم فيها انا اسم تاعها ديون تيمات حبيبتي بصح ماشي تجيك انسانه واحده اخرى تسجلك يوم من بعد تقولي ريم ها انت سمعتك تهضري عليها رحت سجلت مع انسانه واحده اخرى لا لازم تكوني متواصله مع هذا الرقم فهمتي كي تكوني متواصله مع هذا الرقم صافي راكي معانا راكي على المسؤوليه تاعنا فهمتي حبيبتي
قلت لك ربي يشافيك قاسة الغرغرة يومين. ربي يخليك أم معاوية. شكرا عمر. شندير حبيبتي يكتلني الشر وبليجي نخدم. شندير أختي نقعد غير ندب. واه حياتي راي في الخرا وراني في الخرا. ها حاشا الناس الزينة. شندير أختي لازمني نسوي سيدي باش انتي تريحي زعما ندير في روحي حاجة باش تريحي أختي. ها اوكي كي يموت لك شخص من العائله تاعك يعطوك 3 ايام ترجعي تخدمي. شا اختي اوبليجي هذه الدنيا اختي عادي. واه تحكمني غير واحد الحاجه هنايا هاك حاجه هنايا هاك. بورتابل تعمر جماعة تعمر 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 بلي زاب. استغفر الله يا ربي. نور مع الأختي حدا سيت لي ميساج قلت لي راه مستشفى وفيك. نورمال اختي هادي يبا يستشفى يستشفى جرار الضوء. سمحولي والله عيطولي على بالي عيطولي بصح لا غالب كنت السوق في الطريق. والله ما أنا والله ما راني الوحيدة البنات راهم بزاف بنات كيفي. ويا ولدي حل الشكولة جماعة ما عطيتها هي سكت كلاها. شو من هذا تاكل عجبتك سيبا بنينة ويسخو في العرس. راح نسيك ولا رايك عطني هذا كعب هذا كعكة عطني نعطيك شوكولا. اسكت اسكت يا هاك حبي هاك هاك ماما هاك اي اي هذا صباعي كي ندير لها باغي شيكولا تاع كبار دروك. ها انت عاد صغير باغي شيكولا تاع كبار كي ندير له اي شفتو الغابة كي تجي دايرة هاك والله قصة شو ماما شو لحبي والله لا باغي ياكل شيكولا دوك كي ندير لها انا نعطيها لها كاع عاونينا بسكيتك برك اختي هذا ماك
هذه حاجة شابة درتيها في التيبيا المجتمع يا طامي يا حبيبة. بغي ياكلها صح. قارع ولدي قارع نسيت كنا البنات اللي عايطوا ما دفتش عليهم ما لباوي عاود يعيطوا عايطوا يا هاك حبي هات هات. هلا ماما هلا ها خليني هاك شتو شربي غبينا وصل شوفوا شربي اي 7 شهور ياكل شي كولا هاكا بالكوفريطه تاعها مقرمشه اي هي ليكم اللي خفت هي شرق يا هاك ما تشركش إيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ريم. واختي كراكي صباح حبيبه واش راكي؟ الحمد لله راني لايف اختي بصح راكي اوت بارلور ياك عرفتيني وقيلي تخدمي معايا لا حياه حياه اي حياه كراكي كراكي زينا صافا والله الحمد لله عزيزتي والله الحمد لله صافا تخلي حبيبه الحمد لله اختي الحمد لله انا شفت اللايف تاعك بصح حياه عندك النيميرو تاعي زاوج هاي الصحه اوكي نعيط لك ابري سي تي في كيما تبغي بس زعما هذا النيميرو زعما ما دارتهاش انت بروج جدك عاطيك صحه 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 اوكي زعما غنعيط لك بالبريفي اوكي اي صحه كيما تبغي حبيبتي تبغي تقعدي تهضري هضري عادي لا لا ما عليش من بعد بريفي اي صحه صحه حبيبتي يلا بيزو حبيبه صحه اختي هيا بسيط باش يكون ضرب هذيكو كي راه هذيكو انا تقدر تعيطوا لي احمد جماعة احمد وصاح احمد مغبون والله العظيم متك وحدة على تضحكي جمعي وندبي خاصني نجمع ونقعد غير ندب 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 باش نجي ترضي عليا ونجي نجيب لك ندير لك الفيلتر وندير لك الماكياج شتو عمر انا عايشين جماعة شتو عمر انا عايشين كملت هاي شوف فيها كريتها كاع ولدي حرام لازم نحلك واحدة اخرى هو ما بقى صاي بقى غير اليد ديال صبعي لا غادي طردونا طيب قالنا غير هاد لوطيلا طردونا تاخذوا التصاح السلام عليكم الو سلام كراكي ريم صافا الحمد لله اختي راني لايف هاكي اوت بارلو راني جاي هو على بالي كنت نتفرج في اللايف وعيطت لك نتبعك نتبعك في تيك توك في الانستا في اليوتيوب فيسبوك ربي يخليك وين ما تروحي معاك ربي يخليك كراكي صعبة كراكي اختي صعبة الحمد لله اختي والله الحمد لله شوفي حتى الدقيقة ما تدوم والله العظيم انت الله يبارك قلبك كبير والله يبارك تبغي كاع الناس وهذه بالك غير هذا الوقت وربي يفرجها عليك ما تحسنش كاع كيفها اقسم بالله تقولي قلبها مليح ولي دايرها مليحه ولي عندها دعوه الخير تاع والدي والله ما يخاف والله الحمد لله اختي البارح تبكري وحنا معاك اقسم بالله لا نطلب لك في ربي وربي يفرجها عليك هكي كي اختي انا عندي اختي في الغربه وهادي شحال ما جات وهادي راني حاسه بك ربي يخليك عزيزتي شوفي كاع الناس مختار بس كي خرجوك من دارك هي صعيبه اختي وعلى بالي شوفي وكلي ربي انتي كي تقولي ما كاش حاجه كيما ربي سبحانه
انت كي دايزها مليح ما تخافيش كاع، تخافيش ربي والله العظيم ما يخلي عبده سختو لي الحمد لله. انت على خدمتك، هذه خدمتك اليوتيوب فيسبوك، هذه خدمتك كيما اي وحده تروح تخدم، هذه خدمتها. ما تخميش كاع ان شاء الله يا ربي كي اليوم تولي لدارك تولي مع وليداتك وتلمي وليداتك وكي اليوم والله ودي في بالك ما كاينش وحدك والله ان شاء الله. عندك خواتاتك، عندك خوتك، عندك انا والله العظيم هاكا في الدار تبيني غير نتبع فيكم نقول لهم زعما تعجبيني والله العظيم. حبتك حبيبتي الله يحفظك ربي يخليك والله. كيما اليوم ان شاء الله يا ربي ديرينا لايف تكوني في دارك ومع وليداتك وتولي كيما كنتي وخا ملي كنتي ان شاء الله. راني خايفه ما يجيش هذا النار. انا ريم شريم ريم ما تبكي ما تضيقيها على روحك ان شاء الله. راني نقول لك كل يوم تقولي لدارك. المشكله ندخل لداري ندخل بصح كي يجي الليل نغم تقول حاجه راهي في صدرك. قري سوره البقره والله لا سوره البقره مليحه 40 يوم داومي عليها. قريها 40 يوم داومي عليها. دي معاوداتين والله لا سوره البقره 40 يوم مليحه تيريه ديري خد كاين الرقية الشرعية في التليفون. ديري التليفون وخليها ما كاش كيما صوت البقر. شوفي تعيا تقولي غير كيما شافها ليكون ما كاش كيما صوت البقر. والله انا كي نشوف عزوجتي دارت القران ودارت مسكينه ما ريحت ما والو غادي نقول لها ثاني ندير معها كيفها ما غادي يصرى لي والو. لا ما كيما قالك ما تلخريش نورمال. ديري خليها على ربي خليها على ربي ودير في بالك ربي ما غاديش يعاوبها من عبده ولا يدير حاجه اللي عبده يضرها به ولا هي الى من عند الله والله مرحبا بها الحمد لله على كلش. بصح الى من عند العبد والله يا اختي لا سمح لا غفران. باينه هذه ما تسمحيش انا نقول لك باينه ولادك ما يسمحوش. مشي انت ولادك ما غاديش يسمحوا. ولادك مالك انا نقعد مخلوعه نقول مال واحد كبير يادو بالك بصح ملايكة بالعمي هادو صغار صافي غادي ديريهم هكا غادي تاديهم هما تادي. شنو نقول لك ربي يفرجها عليك وما تقولش راكي وحدك. صافي غير راكي بعيده بصح شحال من وحده والواحد راهم معاك يدعو لك ربي. جامي ما تقول اني وحدك وفوق هذا الشيء بلا حنا عندك ربي سبحانه سبحانه. جامي ما تقول اني وحدك الحمد لله والله العظيم خصي بالك حنا ما حناش نبانو. انا ماكم يقولي نهضر معاك والله العظيم من بانو من كومونتي لك ما والو بصح عزيزه لي عزيزه عن لي عزيز عن واحد لي عندها واحد عزيزه عليها عزيزه لي ربي يطع لك شحال من وحده تبغيك وشحال من واحد يبغيك وشحال من دار تبعك وشحال من هادي ما تضيقيهاش على روحك. الحمد لله دي سورة البقرة قري قرآن وإن شاء الله خصي والله الآن خصي كيما اليوم تولي لدارك وتلمي وليداتك وتضحكي وحتى حاجة ما تسدو حتى الدقام غادي يبدو إن شاء الله أختي إن شاء الله. أنت عندك دعوة الخير تاع والديك تاع أمك تاع أختك ما تخميش كاع وهودي البلاد إسيي تهودي البلاد ديسون إسيي تهودي البلاد تبدلي شوية بالك تهودي تبدلي شوية بالك والله باغيه والله العظيم لا بايط عفير راني كارها كاع والله كرهتها فرنسا كرهتها. معليش ما حتى حاجه ما غادي تديري قران صلي طلبي ربي ما غاديش نمشي ربي يقبل اي دعوه داعي يقبلها والله ربي وكيله مصايبه طلبي ربي وما تسمحيش بصح انتي ما غاديش تبيني لهم بلي راكي فاب تبيني لهم فاب راكي هذا وين غادي يزيدوا يفرحوا لا تخافيش الا ما جاتش فيهم هما تجي في ولادهم يكونك هانيه جرار الدار اختك. واعره شوفي غادي تجمعي وتقعدي تتفرجي لا جرار الدار الله وكيلهم الله وصايا هذا ما نقول سبحانه. واللي دار هذا الشيء راه يتفرج داغي عليك وكيله الله ربي راح يخلص فيه. وما انت يا طلبي ربي استخفي وقري قرآن قلت لك داومي والله العظيم داومي على سورة البقرة 40 يوم دوك تشوفي قريها 40 يوم دوك تشوفي جوم
40 يوم تبان كل شيء بمعاودات. كتجي تشربي الماء غير انت قري وحدك في كاس على الماء والشرب، انت تلقي روحك بروحك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اختي، وكما قلت لك كل يوم ان شاء الله غادي تولي لدارك يا ربي كل يوم. ان شاء الله الله يحفظك اختي، والله الله يحفظك ربي. وتلمي وليداتك حتى معاك وتقعدي مع راجلك وتولي كيما اللي كنتي وخا ملي كنتي ان شاء الله يا ربي. يا ربي لا عندي كاش طلبه يا ربي تولي كل يوم في لدارك ان شاء الله. ربي يحفظك اختي كيما جبرتي بخاطرك، والله يفرحك اختي ومعرفة خير. وان شاء الله نعم نعيط لك تكوني فرحانه انت تضحكي، عيط لك نضحك وخطره شيء ان شاء الله عزيزتي. ان شاء الله صاي اختي اي با ما تجيش عليك تقولي تبكي تضحكي تجي شابه. الله يحفظك اختي اي باي باي اختي، انا كاع معك ما تخميش كاع يا ربي. بسلامه يا ربي في وجه هذاك في وجه هذوك الملائكه كل يوم ترجعي لدار يا ربي. ان شاء الله اختي ان شاء الله فمك رب ان شاء الله اختي يا باي باي اي بسلاموني مع دين ولي اللايف نتبعك. الله يحفظك اختي ان شاء الله اختي يا باي باي. وانت باغي ياكل هذا مباش يحبس هاك هاك ربنا يطول هاك. تبهدلت كاع تبهدلت مع ولدي انا كي هاربة تهضري معايا. ارحي الو السلام عليكم حبيبي قول مراك بيا سلام ريم. ريم واخت وشاكي صبا الحمد لله اخت. اسمعيني مش راح اقول لك يا خلايا اش كاين. لا انا مش نقول لك ما تزيديش تحبي تصور ولادك يجيبوا لك العين. اسمعيني فهمتيني والله علي الحبيب والله غير غطيني نينجو فهمتي فهمت والله فهمت سيفغي عندك الصح والله عليك. شوفي ريم سمعيني شوفي انتي عاقلة بزاف وتعيد وانتي كيف هاضري واني كبيرة عليك كبيرة عليك ما عريك ولي والدراري على بالك هو من يجيبوا لكم العين. انا عندي حق وتاتي في فرنسا في الخارج انتي في الامريكان على بالك ولادهم اللي جابوا لهم العين. اصبروا ولادكم والله يجيكم الخير. بصح 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 احنا الجيل تاع الدروه كيشوا نوروا كل شيء بصح بنيه طيبه فهمتي نحسبوا كاع الناس كيفنا كيقول لك اسمع ريم ريم فهميني وحده تخدع فيك باقي حتى 8 واو الناس واحد وخلينا ما شاء الله هذا اللي مسكين وعلاش درتي تصويرته وحده علاه علاه وش هاك يتجوزي انتي يا احنا قاعد جوزنا باش تكوني عارفة فهمتي سيبغي اما وهاد الدنيا هادي وش هو صاري لنا قاعدة جاريب الحمد لله على كل شيء اما ما تزيديش تديري تصور ولاد تقسيم لاكي بالله شوفي مدبعك بزاف مدبعك ونضم غير خواتاتي وقل مشتو ايما وانا خواتاتي واحدة في ميل واحدة في ميل واحدة في مولودة واحدة رايحة لمايكا ومعام نقولهم على بالك ريم انتيا بالهضرة تاعك بشطارتك تجيبي العين لها مراك هايلي كان اختي تاني في ميل وزهك دايا مسكينة تيجي يقصدها ما عندوش تقولي لا لا سوسو نقولها ما انتصريش انا جامعة واحدة بالخارج فانا اروح الناس ما عندك ويشكي لك تعطيله وديله يدور عليك سي فغي سي فغي والله شوفي راني كبيرة عليك وخذي لي روحي والله يا ريم شوفي غير الخير وما تبعيش هذوك لما يديروا لك يقول لك بالعاني باش تطلع المشاهدة وانا ما نروح نلعب وانا روحك وما تعنديهمش انا ما بالي تاك واحد الحمد لله يا رب. شوفي ريم شوفي كلش راكي مليح كيزيدوا زعماك شو واحد سمعيه زعما يعايرك ولا يقول حاجة ماشي مليحة عليك ما تزيديش تبوطي طيبي هكداك وخديها من عندي الناس كاع تعجبيهم بصح والله بصح والله تقول
نقولها لي ماما ما نقدرش انا منارفي. لا مريم ونزيد نقول لك حاجة على بالك الأختي هذا وليدك هي اللي جابت لك العين. يمكن آه يمكن. والله والله شوفي هنايا هنايا وقت الإرهاب وقت الإرهاب هذه أختي صوتت على إنجليزي هنايا 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 هنا في الجزائر بالعاصمة ولا تعرفي هي واحد بلاصة يقولوا لها حيدة. شوفي ريم هنايا شكون كان هذاك الوقت وقت الإرهاب أو عند إنجليز تعلموا أختي هادية تزوجت مع واحد كان تخدم في وزارة الشؤون الخارجية وعرفته هو يعيش تما في الإنجليز على بالك الفاميليا والجيران يحرشوا بابا يقولوا بلادك الإنجليز ما معك الإرهاب اكتبتها على بالك هكا راح تما تزوجت تزوج بنات بناتهم كبروا مقراو وشوفي كي يكون عندنا عرس شتي حنا لي زانجيريا نتلفو الديور على بالك يما ترفد تصاور تاع بنات اختي وتخبيهم تقولنا جامي بليطاغ ولا تكون توروهم للناس اللي يدخلوا للدار يشوفوا تصاوركم اقسم لك بالله بالصح يجي يقولك العين هذاك بلي يجيب لك العين بالصح ولا غير بالصح هذا الكريم حنايا الله يبارك ربي يخليكم بعد زياد الله يرحمها تعرفي خدمت ثلاث ما يسمى شوفي يما ما يرحمها خدمت ثلاثة مات لها واحد دارت سابع ما سابع هذيك العين تقتل لطفي يا ربي فهمتي ربي يستر لك في وليداتك ما تزيديش تبنيهم يا ريم شوفي ماما كوشي تقول لك بالصح ولا غير بالصح انا ما نسمعوش الكلام والله ما نسمعو الكلام ما الدنيا غويتنا انت يا مشكله مع راجلي كاع مسكين والله الحق كاين هذوك مشاكل عاديه فهمتي جوغ حاجه ما ديريش هاك ما تلبسيش هاك تو انا مخشنه راسي انا اللي انت شوف مين ديري انا نهضر معاك خليني نقول لك حاجه هذاك لسانك تحمو لسانك وزينك هو اللي جاب لك العين يا خويا انا شبه الكلب كي تلقاي على 4 تاع الصباح ما بقى زين ما بقى حبوبه ما بقى طلاطا والله والله ما تزيديش تنظرين بالطفل لا طايرة والله ما عندي صحابي يتعب باش يدخلوا لداري ولا طامن وين تكملت معهم والله ما عندي صحابي انا هكا اختي نقولها برك ما تعرفي فيهم تقولي ماما تقولي خلاص سوسو ما نسمع لك شويه تطيري تقولي على بالك كنت نمشي واحد لنسيت وشافت فيا نهرة وانا عاطيتها نقولها ما تزيديش تعاطي السكتي تقولي ما نحملش يا ودي شنو ما سلمي امرك لربي صلي ودعي ادعي لربي سبحان الله قاعده قاعده يا اختي دايبه لي جونتي انا نحب المعاصرين ونحب المعسكريين سامحيني يا غير اللي زينه انا قاعده كنت طريق كنت نسوق كنت دايره لايف في تيك توك
ايوا كنت جايه طريق، هي ما قدرتش نرفد ولا رفدت غير على زوج، وهضرت معاهم بعدها وطلعت كنت طريق. ما منفوتها كي ما تزيديش تبكي، ما تزيديش تبكي، ما تجي وحدها ولا تفكري روحك وحدك وحدها، ماشي زعما تاع الله غالب. انا بالي اسمعي نفسي انا حبيت تقولي راكي تحيري في ماماك، حبيتك ماماك ما هيش يا ودي بصح ماماك مسكينة، هذاك ما كاش وحده قد الام اللي تعبوا علينا، وش بيك يا جدك وش تعبوا علينا. الله يحيي ولادك، الله يبارك في قيمة بولادك، في قيمة بروحك براجلك، وعينين الناس ما ترحمش. اقرأي القرآن وكي تموتي، والله كي تموتي مسحي رانا كاع نديرو، نحكمو هذاك الملح الاخير نمسحو بها الطريق نحن نزكا. بس والله عمري لا درته، والله لا عمري لا درته هكا. يقولوا لي انا نعرف غير الشب، يقولوا لي ديري الملح، قالوا لي ديري كي سموه هذاك الرند، قالوا لي ديري الرند، قالوا لي ديري، والله العظيم لا وليت نشوف غير بعيني طياب وما نطيبهش، كارها كل شيء. اسمعي الناس ما ترحمك، هاي تقولي واش تقولي، انايا راني غير انا وبابا، يرحم بابك. ما عندي خدمه مسك، ما كنت نخدم وحبيت نخدم على جنب بابا، كنت نخدم خدمه شابه نخدم في العصونتي، ما صابر لي اذى فهمتي، وكنت لاباس عليا كامل، وبابا مريض بالزهايمر راه باقي انسان ما كانش كون نبيع، هو تاني في الخارج والاخر وحش كدا يديرو. انا والله ما كنت نامن، كنت نشوف هكا صوالح وكاع نقول زعما يا زعما بصح كيما هكا، خطره رحت عند راقي والله وحده مسكينه هكا تعرفي، عندها هي وراجلها حانوت في مدينه جديده، عند واحد الراقي تعرفي هكا توغ مسكينه، وتنقز هكا تنقز تمسح في الخيوطه وتقول في لاكيس زعما تحل في لاكيس زعما كشكش هكا شغل تتخيل اللي فيها فهمتي. عمري لا توقعت بلي زعما قلت يمكن ولا ناس هكا ما نعرفت هكا مرض ولا، بس عمري لا توقعت يوصل شغل حاجه غير حاجه في قلبي نحس حاجه، وكي نشوفها تقولي شو تقولي جن شد جن تقولي جن هكا الشوك هكا نحس الشوك. على بالك هذه اختي اللي راحت لانجليز هكذا كانت كيما انت يا مسكينه، جبناها لهنا للجزائر كانت شغل نورمال، وشنو شفت واحد جارتنا قالت له مولود مولود رقيلي، قال لها احنا نرقيلكم اقسم لك بالله يا ريم اختي، ورحمت يما ولا زدت عليك والله والله والله، غير كان يرقي لها تعوج شكي القطه قالها مياو مياو اقسم لك بالله، قاعده تقول له قاعده يقول لها شكون شكون، هي تقول له خديجه وهذه هي صاحبتها مروكيه، قالت لك تعيط معاه وتقول لها تجيب لها الماكله تجيب لها الحوايج، وانا قاعده نقول لها كيفاش مروكيه تحب كازو بلا، ما فهمتش انا جا ما شفت وحده تحب وحده هكا هي. هاي كاينه محبه الهيه بصح كاين الناس تغير فهمتي شغلها من الغيره ومن حزك يديروا كلش، كاين والله نعرف ناس والله محبه الهيه والله العظيم. ريم الأذكار ديري الأذكار مع الصباح، ديري الأذكار تكوني خارجة على كده، ديفوا ما تكتبوش أنا لوحدي هنا، ديفوا أنا خرجوا ما نقولوش ميطا بسم الله يعني صح تعالوا تكوني بسم الله، ولادك ما تزيديش توريهم والله خدي لي الراي والله راكي عزيزة عليا والله والله والله، هذا كان يشيل هذاك شغل خدي أمينة ساكن فين ربي يخليك هكذا مسكينة، والله أنا هكذا مسكينة ربي يخليك مسكينة، توقف معاهم ودير معاهم غير كيما هادي يا صاحبتها، تشوفي واش وقفت معاها كي جات هبطات لدزاير وأنا بابا مرض لي بالزونة، وكانت وقت الكورونا الدواء ما كانش، قالت لها كي تجي هبطات لدزاير ما نعطيك واحد الدواء هبطيه لبابا، والله ما حبو شوفي الناس
يا ودي انا والله عمري لا قلت انا كل نصبر نقلع من روحي وين هو الدواء تعرفي ممنوع والله والله وحده هوت لها الدواء والله تسكن في الصحراء والله ضلك في دارنا ما بقيتش مع الناس لها لا توهم ولا غير شرطيك توهم على كاش ولا الناس كاده ولا ولا غير كاع الناس تحولك بس انا فت عليه طلوك طيبة تاعك طلو فيك الناس بيبي شافوك صغيرة 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 أنا كانت تقول لي جارتي تقول لي ياس وهات تقول لي بنات فرنسا وعرين وعرين كيديروا لك المشاكل وعرين كاين ولا كاين وعرين واه كاين 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 خدمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مراكش تخدمي لا راني كونجي بارونتال والله ندمت اللي ديته والله العظيم لا كيما خوتي قادرين والله العظيم لو كان قعدت قعدت خدامة ولا لا خير ليا ما تقدروش تحلو دو ما على باليش بالك يمكن لو كان ديري دوموند ولا بصح دروك هما كيكونوا مسنين كونطرا مع واحد اخر ما يقدروش يدخلوك خاسرين في لافير باسكو ماشي هما يخلصوني لاكاف تخلصني فهمتي ايه كيما يكونوا مسنين باغ اكزومبل كونطرا مع واحد يرومبلاسيني انتيغيمار كونطرا تاع 8 شهور ولا تاع 9 شهور باغ اكزومبل ولا فهمتي دوك انا يعاودوا يدخلوني ما يقبلش لو سيير ما يقبلش اوتوماتيكمون يولي يخلص دو فوا انا ماشي الشركه اللي تخلصني دروك لاكاف بما انه كوتيزيت للدوله اي يخلصوني هذيك الخلصه ماهيش لا بريم داكتيفيتي لا يقولنا كونجي بارونتال ما يخلصونيش حاجه كبيره عطوني 400 اورو بصح الحمد لله الحمد لله خير من غيره الحمد لله كيما اختي كيما شريت ليا غير باسكو انا غير شيخ كبير بندلو في حوايجو في الماشي انا نسقو شريت حاجة انا صعبو لقا حاجة غير وقولو باكي غومو قال لي 95,000 صلاح لك ولا يصلاح لك صلاح لك وشي غالي غير بنادم رخيص لك والله ما كلش ماما الحمد لله كريم. الحمد لله مسكينة مليحة ماماك الحمد لله يا غاية الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تيني كي جيتي حاضر تبي خدمة بار تفكر بخواتي تفكرت لي ماماك الحلوفة بكاتنا والله غير أجمل إحساس والله العظيم ما يقول لك بلادنا تبقى بلادنا بديفوياتها بس والله حشبين تبقى بلادنا شنو هذاك الاحساس ما نقدرش نوصفه لك يعني احساسي يحسوا به غير اللي مجربينه انسان ثلاث سنين ما هوش وزيدي هو دي يشوف وينتي ويشوف الاحباب ويا ودي لا باغي يدابز معاك على العالم كل واحد يروح يروح يرجع غير البلاد انا هكذا مساكن خواتي هذه الجو ما عندهمش بزاف يعني ما يعني صافي لونطون ما جاوش يتو كي جاو شافو بابا مريض الخاوة متفاهمش متفاهمين الدار مش هبقى مشاكل حوال 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 ما يحس بيها غير ندير مجربها كي يروح الكبير من الدار صايب يروح كلش كلشي يتفركت شوفي كي يروح الكبير سيبو بنتي كي يضربو على دار وبابا كتب الدار على اسمان البنات بنوم داروا حالة شوفوا على في جداتي الله يرحمهم ويحوسوا على الدب قدرهم زي ما عندهاش الورد وقاده صغير واش هو داير عم هبلني باش غير قلت راه باغي نقعد واقفة بيه ندور بيه هكا ايه والفتيل والرفوت لا لو كان في الدار نورمال خليه يبكي دوك في الهوتيل الناس راكدة وكاع خليه يبكي ما نقدرش في بلاصتا يبكي بلا ما دوكا راني في الهوتيل وداك يا بنتي راني قاطعة كاع من داري انا عندي كي في دارك واش راني في الهوتيل أقول الله راكي كيما أختي أمينة صغيرة ولا غير مني
هي مسكينة تبغي تدو من أخطارها كانت تغضب على حيوزها راحت الموتان يهنون هلالة واللي يمتارك يا الحبيبة صح ولا بصح والله عليم أني كبيرة هذه كريم ما كرهت والله ما كرهت كراني في داري والله حكمتني حاجة من جهة داري كارتها قانطة منها تقولي كي نجمع تقولي نجمع فوق الشوك في النهار نورمال غير صاي تبدا تظلام صاي يجي حالي يجي على بالك وشنو هاد اقسم بالله ريم اسمعيني هاديك العين اللي دارت لك هكذا لازم انتي تتغلبي عليها اسمعيني واش راني نقول لك ادخلي الدار والقران للبقره صوره البقره صوره البقره وصوره ياسين مليحه شوفي انتو ماما كي تنوضي الصباح قراي صوره ياسين ديريها يا سيدي في التليفون ما تقرايهاش ديريها في الدار صورة ياسين جيب لك الرزق تنحي لك الشيطان تسهل لك في امورك صورة ياسين والله وهذيك تاع الم ما شرح لك صدرك ديريها في اليوتيوب تخرج لك غيبتي بزاف وقعدي ديريها والله على فلي البارح دايره هكا لي زيربود ودايره قران نسمع في القران ترقد والله تبوخطه بلطفه راحت لها الانترنت راحت لها الانترنت شي تحت كوبي اللايف ديالها هي تشارجا البورطابي راه مدي شارجي كيت فالكم بالك شويه هكا نرجع معاكم تكوني انتي تغربي عليها دي شدرتي بصح ما في بخيفي شدرتي غادي نكوبي اللايف ونعاودها البنات